هدي أينو وحويان قيب قيب أشيغنو صدن كتشيسي قرآنك وحكا قلن شبين أيا قيبها كالدوان كوا يريري كوا واوين بردامان مارك الله يسكوا ضدرو كوا بيسيديتان أرضي أيا شهادة دامان تهالكن لغو قدوسين دونا صدن كتشيسي قرآنك دام يستي بارك الله فيه انت وقت يدا كالوردان أرضي قلقا صوحد حيرو إن ساعد أمالا وساعدوت صومر سلايرا قرآن كنت أواك علوسي إلهي باطل ما مو يقول هو النبو عظيم أنتم عنه معرضون وقوه الرئين إلهي تبارك وتعالى أيان أمهد نقيا الله إنو قل نعميي نعم فربضاً أون لسوكو بكرين وحانا وقوه الرئيسة نعمة الأمن والإيمان نعمة إيمانك إيا أمانك فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وحن مهدنق إلهي دبديد أم مهدنق إياه وزيرك إن الدين تأيي أوقافته شيخ عبد الرزاق حسين علي شيخ عبد الرزاق الباني وحفلة دن قيمها بدن إنو فري إساقنا وحن ليه جزاك الله خيرا وبارك الله فيك حلك آد أم مدعوها إسانا الله كو أسترو وحكالون أم مهدنق إياه مرتي شرفتا قيمها بدن علماء دينو أي هرمود كويهين شيخ مكاوي يا شيخ سمتر يا أضياشا كله وحنو مهدنا قيا والدين تقيمها بدن هو يوين كوب بدنيهين يا أبياشا با وحن أم مهدنا قيا ما ملكا يا معلمين تمعاهد دار الإيمان حق الرجا يا حق الدمر كلا بضبا وهو الوضع ندم معاهدة ما أنت مرها هرتي نكم موغضا كسو طبعي كسو ددالي وحوياً مسكحدو دا يمرقو دا يعلمقو دا بكسو بحيي وحن لا يهي هبلو يا إنما با جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم كنا إن دقبو سدا ما أنت مره إني أهرتي نكم موغضا وحكا لو رنتي أن آد يا آد وجود عين إياه عد كستا أمام الإيه معلن إيه شقالك هلبا معاهدة دار الإيمان إمانتا مرهي دا إيه تعب كيدي وصوق يا وموقضو عد كستا كالين كل هايدنا والرئيسية دن بيسبا وحن لا يهي جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم رنتي انتانا هذا الكيغة هرأو قلين آدي آد بان أقي راضي لبا الرماد بان إقي رجلي وقلبي جيجا دقاتي أرنك أوهر ريا وحوي أرضي أبشر الله إلالي هل كان قرآن كإنو غفري قلبي جو إتابتي ويا أرضي جاد أدير يا قرآن كإنو أخريي يا عدك وكو أخريي إلهي سبحانه وتعالى وولد صالح وبركة سنة إفكي سي آخر دي سبا الله كبركة رنتي وقرآن قلبك إن وضا قاضي تاسي ويرهاديسي وحكالو إرهاديي هويو إيادو هوش هوي حيسا آدقران إيسان إيا هالكا أيكو أغو چرت بلشاد إيا كالين تا أيكو بيغان تاهي حدنا هبليه سودن كدميي هويا دي هرموت كوا هيدي أغو سوهر ريسي هويا الرحمة لبدا قفبا إنده هايغا إلميكا كينان الله بركيو sababtuna waxay tahay hooyo oo garanaya hawsheeda oo sodonkii jisiyadoo dhameysay hableheedii hor socota aad iyo aad baan ugu qiiroday allah barakeeyo hooyooyinkuna ha ku daydaan waa tusaale hormoodahe ardayga yarna de kulligeen waa ina wada taabtay marka horta way idin iga raali ahaan qofku haduu qiiroodo waxa laga yaabaa hadalku inuu ku baahay way idin ii dul qaadan لكن رنتي ومضل فرحت يقير بأي قلبي يقبوح سي ولا ليا أهدي أن وربحين تهرأوا قلوه أهرت معاهد دار الإيمان ما أنت ويسا قالي يتبن شرستي والله باتن كيبين مضح لك شيء مراحل كالدوان أي معاهد نصومرت وحنكوب لوني ما لبضن بيمان تكشرتا وحافده إن كم إذا حافده ناشك تغير مساجد كي نعانك مساجد كدار الإيمان
qaybti ugu horeysay taxfiidul quraan ka halkaas laga dhiso masajidka waa ta ku dhagan bilowgii waxay ahayd sanadkii 2003da bishii ogos oo waafaqsanayd 1442 hijriyada muddada markii la aasaasay macaahidan daarul iimaan ee maanta halkay marasa aad ogtihiin de arday kooban iyo fasalo kooban ayay ku bilaabantay waxaan san rajaynayaa inay maanta marayso sidii wasiirkeennuba uu ku dhawaaqay allaha dhowre madrasad iyo machad inay dhaafto muassasad ay tahay waayo maanta waxay ka kooban tahay shan marxaladood oo maraaxisha cilmiga ka mid ah marxaladda koowaad waa marxalatu taxfiidul qur'aan waana ta asalka ee asaaska iyo gundhigga u ah oo waa marxaladda qur'aanka lagu xifdiyo yar iyo weynba marxaladda kale waa marxaladda culumta shariicada oo ardayda ka soo baxday marxaladda taxfiidku ay shariicada hore u sii wataan si ay kadibna jaamacadaha waddanka ugu biiraan qaybta shariicada taallatay doonaan iyadoo jaamacadda golis ay tahay jaamacadda macadkeennu uu xidhiidhka tooska ah la leeyahay ardaydu ay gasho jaamacaadka ugu facaweyna qiimaha badanna ka mid ah waxaa ka mid ah marxaladda rawdatul atfaal oo barbaarinta carruurta yaryar ah oo iyadana marxaladii akhriska iyo qoraalkaba lagu baro qur'aankana lagu xafidsiiyo marxaladda markay ka gudbaan waxaa ka mid ah marxaladda xifdul mutuuni alcilmiya oo ardaydu ay ku xifdiyaan sidaad arki doontaan mutuuntii iyo kutubtii culumta shariicada xadiis iyo fiqhi iyo caqiidaba iyagoo sida qur'aanka loo xafido u xafidaya waa qaybta uu gacanta ku hayo sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu kariima khayr allaha siiyo waa xifdul mutuuni alcilmiya waa arday dhisan qur'aanka soo xafiday laakiin culumtii shariicadee kale daraasadeediina hoos ugu dhaadhacaysa kutubaha cilmigae kala duwanna xifdiyaya oo korka ka qabanaya marxaladda kale waxa ay tahay marxaladda alqiraa'aatu alcashara oo ardaydu markay marxaladii xifdiga ka gudbaan qiraa'aadka 10-kee qur'aankana inay hore ugu sii socdaan weliba maadaama maanta macadkeennu uu meel fiican ka gaadhay kaalintii qur'aan xifdiska oo uu taabagalay meel wanaagsanna uu marayo waxaan dadka ugu bishaaraynayaa in hadda wixii ka dambeeyay aan culayska aad u saari doono iyadoo markii horeba qorshaha ay ku jirtay marxalatu alqiraa'aati alcashara oo dad quraa'a oo 10-ka qiraa'e kala duwan qur'aanka ku xifdisan aan keeni doono taasina waa mid aanu sii xoojin doono horena u jirtay lana sii libin laabi doono insha allah sanadkan laga bilaabo macadku 4 marxaladood ee tacliimiga kala duwan isagoo ka kooban ayaa macadkii qayb kaliya ku bilowday waxaynu maraynaa maanta 5 qaybood ama 5 farac oo meelo kala duwan ku yaala faracii ugu dambeeyey wuxuu ahaa kii sanadkii hore aynu ka furay xaafadda gantaalaha oo alxamdulillaah maanta camiran waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala wax loogu mahadnaqa ah in 4 marxaladood oo cilmi ay ka socdaan mu'assasada daarul iimaan 4 qaybood oo kala duwanna aynu leenahay waa wax rabbi loogu mahadnaqo tabaaraka wa tacaala maha xoogeeniye xeeladeenna waa ilaahay fadligii iyo deeqdiisa iyo waafajinta rabbi uuna waafajiyey weeyaan taasi maanta ardayda mu'assasada daarul iimaan wax ka barata qaybaheeda kala duwan 2000 kor bay u dhaafeen halkay berigii hore 200 iyo meelaha ka ahaan jireen maanta waxay marayaan in ka badan 2000 taasi waxay sababtay qaybaha kala duwan dhammaantood in dadka aadka noo jecela inay waxbarasho u yimaadaan macaahid iyo mu'assasada doonaya in meel marka loo waayo dee la geliyo qaa'imatul intidaar ama liiska sugitaanka dad fara badan ayaa liiska ku jira ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in macaahiddii aanu hoos ka soo bilownay maanta ay halkaa marayso qabuulkaana ilaahay uu siiyey dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallaahu waasicun caliim mu'assasadan daarul iimaan maanta waxaynu goobjoog u nahay inay ka qalinjabinayaan oo marxalad maraaxishii cilmiga ka mida ay ka gudbayaan arday dhan 4,477 arday
أرديداس أفر تبقلي أفر يتضباطن كأرديا أهدي أنه وحويان قيب قيب أشيغنو صدن كتشيسي قرآن وحكا قلن شبين أيا قيبها كالدوان كوا يريري كوا وهوين بردامان مارك الله يسكوا ضدرو كوا بيسيديتن أردي أيا شهادة دامان تهالكن لغو قدوسين دونا صدن كتشيسي قرآن كدام يستي بارك الله فيه وحا شهادة شن يتبن كتشيسي قرآن كهالكن مان تلغو قدوسين دونا أفر يتضباطن أردي وحا شهادة لباتن كتشيس لغو قدوسين دونا لبئي اللحدن أرضي وحا قيبته قادة إيا أخرسكي قرالك كقدبو شهادة ودمان تقادن دونا أرضي دان مركا اللي اسكو قيه تحفيدك إيا روضة دبا وان اسكو وضا درايه لبب بقول إيا سدحي اللباتن أرضي وحا قيبته شريعة كقل انشبين أيو شهادة ودمان تقادن دونا سدحي صدن أرضي اسكو قيينتا إيا ودر تقود اعتراض أرضي دينو ما انت لفر حينو هل كان ينكو قيمين إن هو أفر بقول يا أفر يتضبطا أرضي وحلا جيا بدت كونا السويديان أرضي ده هذا ينكو قياسين الله بكون يكبر إن يهين أرضي دار الإيمان والدين تودينا إلا سعدان طلوا هل كان قاضي كرتا وحن فيلا يا سيد الدريم إنسان سنتك وحن نصما ينسيك دوان سنت ذي هري عمرك دار الإيمان بلارتي مؤسسة عريقة وحيل دار نقطي ويكويناتي دمال مؤسسات مالي سقوط ما دون مالي قادوا ينكويناني مرحبا ينهير كاقادني سندك ارتوح العسومي اوكلي وارضي ذا ايدن هرفر اذا ايتهاي ارضي ذا شنط بقول كدو اي شهادو ينك اي جوائز كالدوان قادنا ايا اي والدين تودي ارضي ذا كالوان فصحني يعني يقو شهادات كي جوائز كقرين لكن انت ما انت جوجوجا والدين تيا مدحض بعي لفر حيصو وانت شهاداتك يا جوائز كقادنيسي تانا وحد سببي ده مؤسسة دار الإيمان مركب بلارتي مؤسسة مالي قادو وينكويناني تاسا كلفتي تا ولا ليا وحنا نهنتي اللوبي اون هم بليا قارا ودريا anigoo ardayda 30 ka dhameystay dhamaantood hanbaliyeenaya kuwa 20 ka kuwa 15 ka kuwa shariicada kuwa higaada kulli ardayda anigoo wadale hanbaliyo hanbaliyo hani aan lakum aadi aad baad mil wanaagsan umaraysan ee dhamaantin waalidiin wada hanbaliyeeyeen waxaan si gaar ah u xusaya ardayda yar yar ee da'da yar leh ee quruxdoodu halka markay ka soo galeeyeen daadu intay leegtay aynu arkanay ee markay marxaladii rawdada akhriska iyo quraalka ka gudbeen saddex sano gudahood soddonka jis lagu xifdisiyay hanbaliya gaaraan u diraya allah barakeeyo waayo waa arday yar yar oo iyagoo da'yar oo inuu arkayno saddex sano gudahood quraankii lagu xifdisiyay rawdadii iyagoo ku jira haweenkii ku tabacay والدين تيكدم بيي أرضي داس وكوان دالي قاركو داي كمديهين وحن لا يهي خير الله يدين سيو سو بربار وسو كرا ميل في عمباد قادين علوم تكالينا كسي أسي قدبا وناقي خير باني دين رجينا يا أرضي دا داء ديرنا انتاس ايان كرافة يا هم بل يدا قود ايا وربحين تا قود وحن وقا قد بيا قرآنكو وفضلك إلهي أقود يقيا دومدي سوحا أقوقي ما بدن له وحلقو فرحانا إساقا أقوم مدن أقوم مهم سن إلهي وحوري سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وحتى النبي محمد إلهي ديق دي سير رحمة دي سكو فرحا هكو فرحان ضدكو تاه كائن لغو فرحو أياك خير بدن الدنيا بدن وضدك هاي ورسانيا عبد الرحمن ناصر السعدي تفسير كيس قيم كأو حكوف سريا فضل الله ورحمته وحورنا يا فضل الله هو القرآن الذي هو أعظم منة ونعمة وفضل تفضل الله به على عباد وحورنا يا قلدة إيا النعمة إيا فضلك أقوين إيا إلهي الدومدي سكو قلدة يسفي وقرآن كريم كأه وكاينو هلكا او تاغنahay كوريلكيس iyo karaameentiis
وكاين اوبت كاين نكو ابابين اينو اينو مانتا كلا فرحينو وحورنا يا ورحمته الدين والايمان رحمه دي سنا ودين تا اي ايمانك مانتا قفك الدنيا وصو كردا ادونك سوا كو فرحا وحن سما انت انكو بهدر دار الايمان يا ددك نسو شرفي يا مسلمين تا وخي عود كايغو غاارو دنبا وحن مانتا كو فرحينا وحن مانتا كو فانينا وحن مانتا ربي جل جلاله وتقدست اسماؤه وقم هضنقينا قرانك هلك اينو كغاادني يا دايرتا كو غاشامن كو قرخون قيمها قرانك اي اينو سو ساراي اي هورتينا كموقدا هبل اي انمبا تاس اينو مانتا كو فرحينا تاسا قول يا سعاده اينو فيلان ولا ليا هذا الكديرين مايو وعلماء كلا يقدم بين وحي وعدي وانا وشيخ محمد حسن علي بضي يا شيخ سمت ربوي هذا دونان شيخنا شيخ عبد الله المكاوي وحقا ويرتع بسني ويسوي نقع عذر دارتي هذا الكوان ودعينا ان شيخه الله شرفوها كراميو كل هدو ان الله سوف فريستي وموقال كيسا يا حضور كيسا شرفا شيخه ان اقول احفظيو هل كاسين شيخه ودعينا ان لكن علماء كلا ايا هذا الكوب بحضونا وحنون انت راعينا يا والد قران كقيمه سي قدر كيس هدي اينو غرانينو وان ارضيغا وقت كفلا اينو سينو او قران كو كبرتو